بأبراجها المزخرفة وهندستها المتقنة، تعد قصبة أمريديل أجمل قصبة بواحة سكورا، تعلو الفضاء لتحكي ألف حكاية وحكاية. شيدت في القرن 17 من طرف محمد الناصر السكوري المنحدر من الزاوية الناصرية بتمجروت. واللي كيميز هذه القصبة هذه على باقي القصبات هو الهندسة المعمارية ديالها الفريدة من نوعها، وكذلك الحجم ديالها الكبير، وكذلك الشيء اللي هو كيميزها أكثر، وربما الشيء اللي ما كيعرفوش غالبية الناس هو أن القصبة هذه هي التي اختيرت في الورقة النقدية من فئة 50 درهم. الجانب المحادي للقصبة والذي يسمى القصر تعرض للهدم مرتين خلال فترة السيبة، أما اليوم فقد أصبحت القصبة مقصدا للعديد من السياح باعتبارها تحفة نموذجية للمعمار المغربي. الهندسة متنوعة، اكتشفنا الهندسة العربية الأندلسية في الشمال، ثم اكتشفنا الآن الهندسة الأمازيغية في الجنوب. أعجبنا كثيرا بالهندسة وبتوزيع الغرف داخل القصبة وكل هذا الفن الذي يزخر به المغرب. بالرغم من قيام أحفاد الناصر بمجهودات جبارة لصيانة القصبة، إلا أنه بات من الضروري على الجهات المعنية الاهتمام أكثر بهذا الكنز المعماري ليحظى بقيمته الحقيقية. قصر الباهية معلمة تاريخية تختلف